ابحاثكم وزيكم في مودة اتكلمنا عن المقارنة وبعد شوية أنا بديكم راجعة تاني بتكلم لكم عن فطور العريس والعادات والتقاليد الكثيرة جاتنا دخيلة وهو فطور العريس ما حاجة جديدة لكن جاء دخلت عليه حاجات كثيرة كده أنا بشوف ما لها داعي بعد الفاصل بجيكم راجعة كلامنا في بيت مودة ده نتكلم عن فطور العريس وعادات الفطور في حقات العريس ونحن فطور العريس ده ما حاجة جديدة من قديم الزمان عندنا لكن زمان له لك قدح قدح العريس يعني لو هو العصيدة وزاد زمان بتجي في قدح عادي كده قدح من الخشب حق هن وعادة هن القديمة وتقاليد احنا شلنا حياة هن وحبوباتنا وجدودنا لكن ما نطورها تطور لدرجة المبالغة القدحه كان زمان هو الصباح بدري بيجيبوا للعريس المحروب والتقاليه والمحروب الملان سمين داك للعريس يفطر بدري بيجيبوا له العروس لكن حس تعالي شوفوا يا الطقلحات وتعالي شوفوا يا فطور العريس ولا هو قطر عديد قطر يسموه قطر عديد فيه حاجات مش مبالغه فوق المبالغه فيا جماعه نحن لما نعمل كده ما بنعطل ولاداتنا ونعطل الشباب دين وانت ولك في ناس لما تناقشهم كده يقول لك احنا والله مختدرين والقادر اللي يسوي القادر اللي يسوي لكن بتخرب علي الباقيين بتخرب علينا الناس الثانيين ولكن انا ذاتي بتمنى انه ينزل انا ما اقلد انا اعمل باستطاعتي اعمل باللي عندي انا بالمناسبه العادات زي دي ما قاعده بها ناس فطور العريس ولا خففوها بين شنو يقول احنا العريس قالوا حالفين ما داري فطور لكن موديلهم شنو؟ موديلهم الفال والفال ما بقل من الفطور ولا يمكن اشذ من الفطور الفال ده فيه كل مع المخبوزات تعالي شوفي يلا خلاص انتم مش جبتوا فطوركم ده كامل ما ينقصوا شيء يعني انا يعني بقول لهم ده افرنجي وعربي بلدي حقنا بلدي وأفرنج تعالي شوفي يلا الزيتون والجبن بأنواعه كله ولا الجداد ولا الخروف في ناس الخروف كمان محشي دي كل الحاجات دي خلاص عرفنا انتوا يا اهل العروس اهل العروس من جبتوا فطوركم ده بيجن فيه والله انا ال20 حسبتين 20 مره 15 من فوق فوق ال20 بيجن يلا تاني ما مش خلاص جه شالات فاتورة ده ذاته بفطروا منه لا من فطر من فاتورة ده فضل فوق شنو قدر الفضل بفطر الناس اللي قاعدين وبعد ديتوا يا ناس العروس ما قاعدين يفطروكم ناس العريس مش استلمتوا فطوركم داك جابوا لكم النسوان الجيش شايلات الفطور ديل لازم تدون هدايا قال بدي و... كان عشرة عشرة تياب وكان اتناشر اتناشر وناس مبالغة وفي ناس في فطور عريسة انا شاهد عليه انا ما مشيت في إلا من جرج كل واحدة خاتم ذهب والخاتم الخاتم ما 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 كبير كده لكن خاتم ذهب دي انا حاجه يعني ش... وكنت قاعده عليها ها انت يلا لازم تتكلفي انك شنو تمشي تجيبي الهديه وفي ناس مثلا يفتكروا انه الناس دي 8 كده حاجه معقوله بقوم يجوا 20 بقوم يجوا تاني بالاسواق يجيبوا شنو زياده الهدايا يا اخوان احنا ليه بل... نرهق نفسنا يا عادات احنا متوارثينها وحلوه وجميله وشيلناها ولقناها لكن ارهقنا بقى نفسنا شديد لكن احنا لما نودي الفطور قدر الدوتان يقولوا دارين هدايا وقصه طويله والله يا جماعه احنا كده بنعطل اولادنا وبنعطل بنياتنا لا يا اخوان احنا بنسهل عليهم وربنا يسهل عليهم عشان يعملوا لهم بيت حلال يعني ويفتحوا بيتنا احنا نساعدهم فيه بصوره مبسطه وجميله بدون تكاليف وعادات وتقاليد جاياكم في بيت موده تاني بتاني حاجة جديدة من عاداتنا كان تقاليدنا كان الحاجات الجميلة نشيلها معانا والحاجات الما جميلة نتنازل عنها فتكم بعافية